الحقيقة يعني لا يشتط الإنسان في الحديث عن مسألة الحقوق وكأن المرأة مضطهدة في مجتمعنا. المرأة في المجتمعات الشرقية إجمالا وهي من المجتمعات التي تصنف مجتمعات أقرب إلى الذكورية، يعني في بعض الجوانب، لكن في جوانب أخرى الإنسان يتعامل بعاطفة كاملة مع الأم، يتعامل بحب وحنية مع الزوجة. هناك من مات كمدا وحسرة بوفاة زوجته، وهناك من يتعلق بأخت علاقة وطيدة، علاقة تتجاوز مسألة الأخوة إلى محبة رفيعة وعالية جدا. فمسألة الحقوق وإن كان يعني من اشتط فيها اشتط في مسألة الميراث أو اشتط في مسألة العمل. المجتمعات اللي هي أشرت إليها تنبد، يعني يغلب عليها البداوة، يغلب عليها الجهل، يغلب عليها التعنت والعناد، مهمشة فيها المرأة، تحرم من مسألة الميراث لأنها ستكون سببا في إدخال شخص خارجي أو أجنبي عن العائلة، فتحرم من هذا الميراث. هناك من يحرمها حرمان كامل، وهناك من يحرمها حرمان التعويض، يعطوها بعض المال من أجل أن تتنازل عن حقوقها المكتسبة. بعد ذلك أستاذ أبو بكر، لما تمشي تشتكي في المحاكم فالناس يعني أو المجتمع حتى بأكمله تأخذ عليها نظرة تانية، بمعنى تقول لك انها يعني ما تستحيش، بمعنى تمشي تشتكي في اخوتها وتطالب بالميراث. هو 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 هذا هو استكمال للحديث نفسه، ان مسألة الحقوق ووظائف المرأة في المجتمع، مجتمعاتنا الذكورية المجتمعات الشرقية هي اقرب الى التعامل مع المرأة بنوع من البداوة، نوع من التعنت، نوع من العناد، نوع من الذكورية اللي هي تهمش المرأة وتوظفها في الدور، دور البيت فقط، دور الخدمي أو الدور الفراش للمرأة، لا تتعدى هذا الأمر. لكن حقيقة في الإسلام، من المنظور الإسلامي أن المرأة لها حقوق ولها مكانة حظيت بها الإسلام، سواء كان في جانب التملك أو الجانب الاجتماعي، علاقة المرأة والأم والبنت والأخت والزوجة بمكونات المجتمع الأخرى.